السلاسل البشرية التي شكلها الطلبة بأجسادهم على مدخلي الجامعة الغربي والشرقي جعلت أكثر من 1000 موظف ومدرس خارج أسوار جامعة بيرزيت بعد فشل جلسات الحوار مع الإدارة والنقابة في وقت سابق. إغلاق بوابات الجامعة بالجدار البشري الذي تم صباح اليوم ردا على استهتار إدارة جامعة بيرزيت بقرارات وبمقترحات نقابة العاملين بعدم دراسة هذه المقترحات وعدم التوصل إلى أي حل من قبل إدارة الجامعة التي هي يجب أن تكون حريصة على مصلحة الطالب، ولكن تبين يبدو أن الذي تبين هو العكس. الذين هم حريصين على مصلحة الطالب هم الطلاب أنفسهم. أطلع الوفد المحاور تبع طلبة بقعد في لجنة الحوار بنطلب منه رأيه. الطلاب بيقول إحنا درسنا مبادرة في عنا رد عليها، بس بالمقابل بدنا نستنى رد الإدارة. بيجي الدكتور سالم ذبان بالضبط اللي هو كان مسؤول عمل الجلسة، بيسأل الدكتور عادل الزاغب الدكتور مهدي عرور شو ردكم يا إدارة على المبادرة؟ بالحرف الواحد قال له شو؟ أني مبادرة؟ احنا فيش عندنا مبادرات نسمعها اصلا، فيش عندنا مبادرات نحكي فيها. المعلمون والموظفون الذين قدموا منذ ساعات الصباح للالتحاق بعملهم شددوا على ضرورة إعادة جلسات الحوار داخل أسوار الجامعة وخلق بيئة لاحتواء الأزمة. الحوار لازم يكون داخل أسوار الجامعة، يعني في هاي الحالة لا يعني أنا ضد إغلاق أبواب الجامعة رسميا في وجه الطلبة أو في وجه الموظفين أو في وجه الأساتذة. يعني أي شيء بده يصير لازم يتم داخل أسوار الجامعة، ودائما الحوار ما بيخلص لا بساعة ولا بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة. لازم يكون في شيء نوع من الحل الوسط بين الطلبة وبين إدارة الجامعة، مش كل شيء هيك يعني يا هدول سلبي يا هدول سلبي. نحن ها هنا كنقابة عاملين في الميدان لحل كل الإشكاليات التي قائمة بين إدارة الجامعة ومجلس الطلبة، ونحن لا زال هناك أمل لعودة الطرفين إلى طاولة الحوار. إدارة الجامعة اصطفت أيضا إلى جانب موظفيها خارج البوابات رافضة التعقيب على ما يحدث ومكتفية بمراقبة ما يجري. وكان مجلس أمناء الجامعة قد أعلن ومن طرف واحد أن بإمكان الطلبة التوجه إلى الجامعة لاستكمال معاملاتهم لاستئناف الدراسة يوم الاثنين القادم، وهو ما نفته الحركة الطلابية التي أكدت على استمرار إغلاق أبواب الجامعة حتى الوصول إلى تحقيق مطالبها المتمثلة بإلغاء تثبيت سعر الدينار الأردني وتخفيض الرسوم الدراسية. لحظات حرجة تعيشها الجامعة وفصل دراسي بات مهددا بالإلغاء ومبادرات لم تنجح حتى اللحظة في احتواء الأزمة. علي دار علي، تلفزيون فلسطين، جامعة بيرزيت.